الأستاذ عبد الهادي الصالح وزير وزارة الشؤون السابق مو؟ وزير الدولة شؤون مجلس الأمة. أي والله. أي الله. كشلون وفقت بين السلطتين؟ الحين بالمقبرة يعني. أي والله كنت ناجح. الحين من أب الأستاذ فاضل خلف تليجي رئيس رابطة الأدباء. طبعاً. مؤسس مسرح الخليج. إلى برامج إذاعية وشاعر وأديب كويتي عاصر الوالد سيد ساشي. اختناد الشاعر بعد هو بكتاب هذا ما دحها بقصيدة ما شاء الله. اي والله هو طبعا قريب منا. عليكم السلام. اي والله هذا الاستاذ بعد المسبح. اي والله حصلنا اثنين شموس. اي والله وقف يمنا بن عبد الاستاذ. الاستاذ فاضل غني عن التعريف، له بصماته وله تاريخه السياسي، سواء لما كان في سفارة الكويت في تونس وفي غيرها من السفارات، بالإضافة إلى أنه طبعاً أديب وشاعر أرخ للكويت في كثير من اللقطات الشعبية واللقطات التي يعني تضفي على المشاعر الوطنية، وأيضاً له الحقيقة يعني لقاءات الاجتماعية. هو قريب من زوجتي، فيعني كنا نلمس منه العطف والحنان والتواجد الاجتماعي يعني. ففقدنا الحقيقة رجل له بصماته بالكويت، عسى رب إن شاء الله يغفر له ويرحمه. آمين. ونتمنى الحقيقة من الكويت يعني من السلطات المعنية أن هي يعني تؤرخ لهذه الشخصية إن شاء الله. زين أستاذ، أنا بس سؤال واحد بسأل الحين، يعتبر نهاية جيلهم جيل الوالد سيد الرفاعي ولا في يعني بقى من الجيل؟ والله الحياة هي والحياة هي أجيال متعاقبة. أنه هو كنا من نفس الوالد مواليد 30، والجيل اللاحق السابق لابد أنه هو يعطي الجيل اللاحق، وبالتالي يعني هي الحضارة الإنسانية والخبرات الإنسانية هي تراكمية. صح. ما يمكننا جيل يبقى إلى الأبد، فهذه هي. ولكن على كل حال، وهذه الحقيقة يعني سنة الحياة والإنجاز الحقيقي، أن الإنسان قبل أن يغادر هذه الحياة. صح. يكون له بصمة ويكون له يعني صدقة، وهذه إن شاء الله تكون. هو كان الوالد بعد رفاعي أستاذنا يسميها همة، يقول كونوا من أصحاب الهمة. حب النهاية حرفتهم الكويتية التليجي ماذا تعني سيدي؟ كانوا يشتغلون أعتقد في حرفة البرقيات. شريفة كويتية. كانوا يعتقدون. أيوة. في البرقيات. أيوة. تيل. عرفت شلون؟ وليس تيل. كما يتخيل إلى الذهن التيلة. صح صح. هذا المعلومة. فاتحة على روحه وروح الجميع. عظم الله أجره. الله يرحم والدك. دولة الكويت يعني رجل كان من رجالات دولة الكويت. إيه نعم. وهو رأس مسرح الخليج بعد. مؤسسة. والله في بعد معلومات يعني. وكان بالإذاعة وكان. لا يعني باع طويل. وابنه سفير كان في محمد. سفير محمد موجود هم. ما شاء الله. ونكمل مع الأستاذ صالح. اي والله المسبح. هذا غني. انت ترأست الرابطة والأدباء ولا بس أمين سير؟ ماذا تقول في حق الأستاذ خلف؟ رحمة الله رحمة واسعة. فاضل خلف التلجة. الكبير وعمنا أبونا الأستاذ فاضل خلف ومحمد، يعني أنا طبعا عرفناه منذ سنوات، لكن تواصلت معاه بعد تحرير الكويت عام 1991. ما كان يسوق سيارة إلا قليلا، خاصة وقت الليل وهذا. وأنا انضممت لرابطة الأدباء بعد تحرير الكويت، فتعرفت عليه أكثر، فكنت أخذه معي بالسيارة. ما شاء الله. أيه. أنا مرافقة يعني على طول. فهو عاد زار نديم يسمونه أو رفيق، يوديني وزارة الإعلام، المعلومات يوديني الإذاعة، يوديني التلفزيون والخارجية. الخارجية إنه كان بالخارجية، ولده سفير محمد في أي دولة؟ عدة دول. ما شاء الله. البوسنة وكوبا وعدة دول يعني. فأخذ معي بالسيارة، وبعدين عرفني على دواوين الكويت ودباها، منهم الشيخ محمد صالح الإبراهيم اللي بالعقيلة ديوانة وعنده مكتبة خاصة. فقمنا نروح وأخذه معاي يوم الجمعة، كل جمعة إذا تيسر الأمر أخذه معاي. وتعرفنا على الكاتب الكبير الشيخ محمد صالح الإبراهيم، عنده مكتبة وألف له كتب. بعدين وداني عند الشيخ علي الجسام، عرفني على الشيخ علي الجسام. ويمنا رابطة الاجتماعيين، رابط الاجتماعيين يقعدون فترة الصبح من 11 بالعديلية، بالعديلية يم رابطة الأدباء.
فكنت اخذه انا ويا الروح، والروح مجله العربي اوديه مجله العربي الدكتور محمد رمايحي وغيرهم، وبعدين نروح مجله الكويت بشويخ ونقابل الاستاذ علي العدواني ويوسف شهاب واحمد وعلي العدواني والله يرحمهم بعد، مجموعه كبيره، فايزه المانع الله يرحمها كانت المدير، يعني ليلى محمد صالح اي بالاذاعه بالاعلام ليلى محمد صالح وبعدين برابط الادباء تدري وترأس مجله البيان بعد انا بعد جمعت اصداراته اغلبها يعني بين الادب والحياه، وزكي مبارك هو اول شخص ينعى ويكتب ويطلع اصدار عن زكي مبارك، زكي مبارك سمونه ابو الدكاتره عنده عده شهادات، مصر ما طلعوا كتاب هو طلع الكتاب سنه 57، فعائله زكي مبارك تواصلوا معه ومن ذاك الوقت الى ان طبعا استمر، وهذا بنته كانت تتواصل مع الاديب فاضل خلف تتواصل ويا لانه طلع كتاب 57، طبعا فاضل خلف كتب في مجله البعثه منذ عام 46 صدر في، وكتب في مجله الكويت مع يعقوب الرشيد، وكتب في مجله مع يعقوب الرشيد سنه 50، وكتب في مجله البعث مع حمد رجيب واحمد بشار العدواني، وطلع بعدين الاصدارات الكثيره، هل هذا يعني في ضفاف مجردة نهر في تونس طلع كتاب، عنده كتاب جميل سلمك الله ابن خميس سمونه كتاب ابن خميس نسيت نقعت ابن خميس فكتب عن البحار وهذا واسلوب أدبي حلو، كاتب قصصي جميل وشاعر ترى أديب وشاعر كاتب قصصي رحمة الله عليه، ومجلة الكويت حطيت على الأغلفة، مجلة البيان حطيت على الأغلفة، وإن شاء الله بعد غريبا رابطة الأدباء تعمل يعني بهالمناسبة يعني. كان له صوت مميز بالإذاعة صوته حلو والغالب اللي تسمعه صوت أخوه عبد الله عبد الله موجود ها منذ عام 61 ما شاء الله إلى هذا اليوم، أول واحد بالعزة أول واحد عبد الله، واللي بعده ولده محمد السفير الحمد لله، واخوانه يعني عنده اخ يعني بارك الله فيك. شكرا على تخطيطك صالح الوالد، شو اسمه المصباح؟ صالح خالد المريخي المصباح المريخي، شكرا جزاك الله خير ما قصرت، وهو هني بالختنا ندى في كتابها قريته اهدتني اياه جزاه الله خير، اي والله ذاكرته في قصيده ذاكرته وهو ذاكرها مادح. احسنت شكرا سيدي، ضم الله اجركم ورابطه الادباء الكويتيه، شكرا سيدي الله يحفظك. امين.